السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. نلتقي اليوم مجددا في سلسلة دروسنا الهندسية، وموضوع دروسنا اليوم هو شرح كيفية استخراج الإحداثيات الجغرافية لمسار يعني التراجي من برنامج جوجل إيرث إلى برنامج الإكسال. نفتح برنامج جوجل إيرث تاعنا، أنا عندي نسخة احترافية، ونحدد مثلا مسار باغيين نديرو الإحداثيات الجغرافية تاعو. نجيو هنايا تراجي أو لهنا اجوتي ان تراجي، كليكيو عليه مثلا نسميوه تراجي، نسميوه ا ثلاث خطرات، نخيرو اللون تاعو مثلا نخيروه باللون الاخضر. اوكي هنايا اللارجر تاعو نديروه مثلا نديروه 5، ونجيو هنايا ونحددو المسار تاعنا. مثلا انا باغي نمشي من هنايا، مثلا من هنايا هنايا، نزيدو هنايا هنايا، نزيدو مثلا هنايا، نزيدو هنا، ونزيدو هنا، ونديرو اوكي. لاحظوا لهنا بلي هاو خرج لنا المسار تاعنا. هاو كون ديكوشيو ما يظهرش، كي نكوشيوه يظهر. دروكا حنايا نجيو لهنايا، كليكيو على لا دروات، نديرو كوبي، ونخرجو نروحو لبرنامج الاكسل. نجيو هنايا ونديرو كولي، خرجنا الكتابات الغريبة هذه. احنا واش نحتاجو منها؟ نحتاجو منها هذه تاع الإحداثيات. نجيو هنايا نكليكيو عليها، نديرو كوبي، ونروحو لصفحة واحدة أخرى، ونجيو لهنا ونديرو كولي. أوكي دركا كيما نشوفو هذه راهي في نفس الخانة، يعني خانة واحدة. احنا باش نفصلوها نجيو هنايا ونجيو لهنا دوني، نجيو كونفرتير، ديليميتي، سويفون، نجيو هنايا فيرغول، سويفون، تيرميني. لاحظوا بلي خرجت لنا كل وحده وحدها، كيما نشوفوا لهنا كل وحده وحدها. دركا فقط هنا كاينه ملاحظه، لاحظوا لهنا بلي كاين مسافه، ومن بعدك الصفر، ومن بعدك كاين السبع. هنا دركا حنا باغيين نحيو الصفر هذا والمسافه هذه. باش نحيوها نسيليكسيون كلش هذوما، نديرو كونترول اش، كونترول اش، هنا حنايا عندنا صفر ومسافه، رومبلاسي بار، نخليوه فيد. اوكي ونديرو لهنا رومبلاسي تو. لاحظوا بلي نشوفو لهنا عندنا خمس خانات ثم استبدالهم. نديرو اوكي، نديرو فيرمي. حنايا الصفر هذا محتاجوش، نديرو سبريمي. اوكي لاحظوا بلي لهنا الصفر والفراغ هذاك نحذف. اوكي دركا نجيب لهنايا هادو، ندير لهم كوبي، ندير لهم كوبي، ونجيو مثلا هنايا ونديرو كولاس سبيسيال، ونجيو لهنا ترانسبوزي، نديرو اوكي. دركا حنايا هذه ما نحتاجوهاش، نحذفوها سيبريمي. نجيو هنايا دركا حنايا باغيين نخرجو الاحداثيات تاعنا. حنا الاحداثيات كيما نشوفو في جوجل، كنرجعو لهنا جوجل مثلا نديرو النقطة الإحداثية تاع عندنا لاتيتود و لونجيتود. أوكي يعني النقطة هذه عندنا لهنا الإحداثية الأولى تاع هي لاتيتود، و الإحداثية تاع هي لونجيتود. دركا نجيو هنايا البرنامج الإكسل، نكتبو لهنا لاتيتود تاعنا، هذه لاتيتود، إحداثية لاتيتود، و هنا إحداثية لونجيتود. لونجيتود أوكي، عفوا لهنا نديرو لاتيتود، لاتيتود، وهنايا لونجيتود. ناخذ هذه نديروها باللون الاصفر مثلا، نحطها في النص. اوكي دركا كيما نجيب لهنا نشوفو لهنا بلي هذا هو لاتيتود نتاعنا، يعني احداثيات لاتيتود نتاعنا، وهذه لونجيتود. يعني لهنا كي نخيرو هذو كامل نشوفو لهنا عندنا 12 خانه، 12 خانة نقسموها على زوز تعطينا 6. دركا باش نديرو نعوضوهم بطريقة سهلة، نجيو هنايا ونخيرو هذه، هذه الإحداثية تاع هي سي 5، نكتبو لهنا سي 5، واللي بعدها هي سي 7، نكتبوها لهنا سي 7، سي 7، ونجيو نسيليكسيونيو هادو في زوز ونسحبوهم حتى نديرو 6 خانات. هاي 6 خانات، 1 2 3 4 5 6، هاذي هكا. اوكي دركا نروحو
راه الاحداثيات لونجيتيد، يعني نروحو لونجيتيد تاعنا. لونجيتيد هي عندنا هذه، واش هي هذه؟ عندنا هذه سي 6، نجيو لهنا نديرو سي 6، واللي بعدها واش هي؟ اللي بعدها هي سي 8. كيف كيف نجيو لهنا نديرو سي 8 ونسحبوهم، نسحبوهم لهنا. دركا حنايا هذوما باغيين نعوضوهم بالقيمة نتاعهم، باش نعوضهم بالقيمة تاعهم نسيليكسيونيوهم هكا ونديرو كونترول اش، كونترول اش. حنا واش باغيين؟ باغيين الخانات هذو نعوضوهم بالقيم تاعهم، يعني لهنا نعوضو 6 ايكال 6، عفوا نعوضو سي ايكال سي ايكال سي، وندير رومبلاسيتو اوكي فامي. لاحظوا لهنا بلي تعوضنا بالقيم تاعهم. بعد غنحاولو نتاكدو القيمة هذه هي لهنا، هذه هي لهنا، ونفس الشيء بالنسبة لللونجيتيد. يعني باختصار شديد هذو هما الاحداثيات الجغرافية نتاعنا. هاو نديرهم بوردير اوكي، هذو هما باختصار شديد. دركا حنا نبغاو نتاكدو من الاحداثيات هذو. مثلا ناخذو النقطة الأولى هذه لونجيتيد، نديرو كوبي ونروحو لبرنامج الاكسل ونجيو لهنا نديرو كولي ونديرو فاصلة فاصلة، نزيدو نروحو نهزو الاحداثية الثانية هي لاتيتيد. كوبي نروحو لبرنامج جوجل ارث نديرو كولي ونديرو ريشيرش. تلاحظو بلي ها هي تك خرجتلنا النقطة الأولى نتاعنا، هاي هذه النقطة اللي كنذكرو اللي بدينا منها. يعني ببساطة هذا هو الدرس تاعنا، نتمنى يكون الدرس سهل ومفيد، وما تبخلوش علينا دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.